يدخل أيها الإخوة فريق الهلال هذا اللقاء بعد أن لعب مباراة واحدة لم يفز ولم يتعادل بل تلقى خسارة أمام فريق فوركاوا الياباني وله 3 أهداف وعليه 4 وبدون أي نقاط، بينما يدخل فريق الياونينغ الصيني هذا اللقاء بعد أن لعب مباراة واحدة ولم يفز وتعادل في مباراة له 2 وعليه 2 وله من النقاط نقطة واحدة. فريق الهلال حقيقة يعتبر من أقوى المنافسين على انتزاع لقب البطولة، وذلك بفضل ما يتمتع به أفراده من إمكانيات فنية ومهارة عالية يزيدها الخبرة الدولية التي يتمتع بها عدد كبير من لاعبيه، وهذه الوجوه التي تشارك مع الفريق فيها في الواقع من بريق النجومية الشيء الكثير، لذلك حتى تعطي انطباع سريع عن ما يزخر به الفريق من قوة ضاربة في خط المقدمة، ويلعبون في الجهة الجنوبية من الملعب. ابتدأ اللقاء وينتون إلى بانكين كوي بيلعبها يشيلها عبد الله، كرة رمية تماس صالح النعيمة إلى حسين البيشي، حسين البيشي عبد الله الهذلول في الدائرة صالح النعيمة، لعبها أقرب عبد الرحمن التخيفي ولكن تطلع برا الملعب. فوز الهلال اليوم وأنا أسميه هلال القمة بهذا اللقاء يجعلنا أيها الأخوة نتطلع بكل ثقة إلى فوزه في اللقاء القادم ومن ثم نيل كأس بطولة الأندية الآسيوية. لعبت عبد الله الهذلول لسعد مبارك، فهد العشيوي حاول يعدي من واحد، هياها عبد الله الهذلول من بعيد عبد الله ويسدد جمر من جنب القائم في الدقائق الأولى، وفي الدقيقة الأولى عبد الله الهذلول بيطنس كرة هادئة ترتد إلى كونجن إلى ليجن ولكن في تغطية. عبد الله الهذلول بيعدي يوسف ثنيان قدام إلى هذال الدوسري، ماشي هذال مع 2 بيرتكب خطأ ضد هذال الدوسري، كرة خطأ صالح النعيمة يوسف الثنيان يسدد يوسف أرضية تمر من جنب القائم، كرة جميلة لعبها يوسف الثنيان ماشي ياخذها وينطلق، بيحاول يلعبها لزميله مالن رقم 9 صالح النعيمة معاه بيعدي يخطفها صالح للثنيان قدام ترتد إلى فريق الهلال. حسين البيشي بيغير اتجاه اللعب داخل منطقة الجزاء لهذال الدوسري تبرد مدوده ترجع مرمانه ويستردها ويصفر حكم المباراة بيقول انه في ضرب الجزاء لصالح فريق الهلال في الدقيقة 11. كرة لعبة جميلة من حسين البيشي داخل منطقة الجزاء تصدى لها هذال الدوسري ويلعبها المدافع الصيني بيحط يده يرتكب خطأ من الأخطاء التسعة اللي توجب ضرب الجزاء، بيعطي عليها الحكم علي حسين في البطولة. صالح النعيمة والمرمى ويسدد وتسدد من الحارس ترجع ثالث ضرب الجزاء بتضيع مرتين من الهلال، تتلعب ترجع مرة ثانية الكرة لوامبون، حظ عاثر حقيقة لفريق الهلال في هذه البطولة وحتى في ضربات الجزاء اللي يكون فيها فقط الحارس واللاعب اللي حيلعب الضربة، ولكن تصطد كما نشوفها الآن مرة ثانية تقدم صالح النعيم ولعب فعلا كرة في مكان سليم ولكن حارس المرمى ويقظت ومتابعته حالة دون أن تسكن هذه الكرة الشباك. عبادي في الدائرة بشماله بغير اتجاه اللعب ناحية هذال براس بيرجعها وراء إلى صبيح، سعد مبارك أقرب طالع معه فهد العشيوي حصلها فهد لسعد مبارك لاعب فريق ليونينغ معه، يا سلام يا سعد بيعدي من 3 وبهيئة في مكان سليم
لفهد المصبيح يدخل ليجن ويبعدها بعيد باتجاه خانة الأعمد. لعبد الرحمن تخيفي مد كرة. يوسف الثنيان بيحاول يعدي من واحد ومن اثنين وماشي ماشي ومن ثلاثة تطول عليه. فريق الهلال كفريق صاحب بطولات فريق عريق يملك الكثير والكثير من الإمكانيات التي تؤهله لأن يكون الفريق الأول في المنطقة العربية ككل والمنطقة الآسيوية. لعبة الكرة راحت سهلة إلى حارس المرمى. لعبت عدى يوسف حول يوسف وبالراس تلعب علي على راس على راس الحمد ترجع مره ثانيه سعد يا سلام يا سعد مبارك يا سلام يا سعد مبارك. مجهود جيد من يوسف الثنيان انتهى الى سعود الحماد ومن ثم الى سعد مبارك اللي ترجم كوره في الدقيقه 35 في حلق المرمى معلنا الهدف الاول لفريق الهلال. الهدف الاول هذه الكوره من مجهود يوسف الثنيان. عدى يوسف من المدافع السيري ويحولها داخل منطقة الجزاء. هنا راس سعود الحماد اشترك سعود براسه ورجعها وراء سعد مبارك المتمركز بيمينه رأسا سدد على يسار حارس المرمى فو يوبن معلن الهدف الأول لفريق الهلال. ابتسامة رضا وسعادة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز اللي يسر ويسعد أن يكون الفرق السعودية بوجه خصوص والفرق العربية دائما وأبدا في المقدمة. هذا الهدف اللي سجله اللاعب سعد مبارك في مرمى الفريق الصيني. كنت بقول انه كلنا اليوم مع الهلال قلبا وقالبا أندية وجمهور وإداريين وكل المهتمين بالحركة الرياضية في هذا البلد المعطاء. سعد مبارك ماشي طالع مع هذا عدى من واحد صلاح على الحماد عاد يسدها مره ثانيه وبيلعبها لافضل ويسدد هذال يا سلام. لكن حكم المباراه حكم المباراه بيقول انه هذال الدوسري كان في موقف تسلل في عبادي وبيلعبها لسعد مبارك في المنتصف. بيحاول سعد مع كوتشن. يا سلام يا سلام لا نملك الا ان نقول يا سلام المهارات العاليه من سعد مبارك. عدى من واحد طول كوره عليه نفس الشوط هذا وبالتالي في المباراة ككل. صفر حكم المباراة معلن نهاية شوطها الأول بتقدم فريق الهلال بهدف واحد مقابل لا شيء. نعيمة لهذال لعبت عدى يوسف ثنيان من واحد ومن اثنين ومن ثلاثة عكس أرضية وتطلع برا الملعب ضربة ركنية. اسلوب جميل ولعبة أجمل من يوسف الثنيان. هذه إعادة للكرة اللي بذل فيها مجهود طيب جدا ورائع اللي هو يوسف الثنيان. عدى من ثلاثة لاعبين وصلح كرة لزملائه. تخيلوا لاعب يعدي من أربعة لاعبين في خط الدفاع لا نملك إلا أن نقول ما شاء الله تبارك الله ونعجب بهذا العطاء الجيد من قبل يوسف الثنيان وكل لعيبة فريق الهلال. حسين البيشي ورائده عالية لاعب داخل منطقة الجزاء ويبعدها صالح النعيمة ليوسف الثنيان بيهيئها لعبد الرحمن تخيفي. ياخذها عبد الرحمن وينطلق. يلا عبد الرحمن لعبها للثنيان تصل الى جون فاجن لعبها لزميله ولكن يشيلها فهد المصبيح. حسين البيشي في مكان سليم لهذال الدوسري. هذال ماشي حيرفع لسعود الحمد سعود يمسكها حارس المرمى فويوبن. يا سلام يا جميلة من هذال الدوسري وأجمل من سعود الحماد. حماس مطلوب التراجع غير مطلوب لذلك يجب أن ننتبه من الكرات. الفريق الصيني بيهاجم بضراوة حتى الآن. تعبد الكرة ارتدت ابعد حسين ترجع مرة ثانية الفريق الصيني ابعدوا ترجع. يا سلام عباد الهذلول إلى فهد المصيبي يشيلها فهد. حكم بيعطي فرصة بيقول ما فيها شيء. يلا يا هذال حول وانتون عالية بالراس. يلا يا ثنيان سعود ثنيان طالع مع يوسف الثنيان مع سعود الحماد. ابغى اقول يوسف الثنيان مع سعود الحماد قلت سعود الثنيان.
صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز رئيس اللجنة الإعلامية. مصبيح مرة ثانية، يلا مصبيح ماشي طالع معاه هذال الدوسري بيحول باتجاه الثنيان بحصلها وبيسدد وبيعكس وبيحضر. كان المفروض يا سلام يوسف ثنيان بدر فيها موجود، ولكن كان في اثنين معاه من زملائه هذال الدوسري و سعود الحماد. هذه كرة الثنيان حصلها ورأسا سدد باتجاه المرمى تعتلي بيلعبها، رجع سردها مرة ثانية قدام للمصيبيح لهذال. هذال بهيئة عبد الرحمن تخيفي ليوسف الثنيان، ترجع للتخيفي مرة ثانية يحاول بها، بيلعبها لفهد المصيبيح، ارتدها فهد، يلا يا فهد صلح لزملائك، بيحاول يحلق عليه أكثر من لاعب يمررها في مكان سليم لعبد الرحمن التخيفي، يرجع ارتد سردها المدافع الصيني وانتون. يا سلام مجهود من يوسف ثنيان في الاستحواذ على الكرة وكسب فاول، كسب خطأ وكسب احترام الجمهور وتصفيقهم وإعجابهم حقيقة يوسف ثنيان. أيضا صالح النعيمة لعبها، لعبها أرضية ليوسف لكن سريعة بيحاول يحلقها قبل ما يخش الحارس مرمى عليه، تبرك من الحارس وفي خطأ، في خطأ لصالح حارس المرمى وبالتالي لصالح فريق ليوني. هذه الكرة لعبها صالح النعيمة كان قاصد فيها ليوسف ثنيان عشان ينطلق من بين حائط الصد ويلعبها، لعبت الكرة صالح النعيمة لحسين البيشي ومن ليجن بيحولها قدام لي تشانغ يا دونغ لي ليو هيو تشن، ليو هيو تشن بيسدد وبتعلي وتمر الحمد لله على تشانغ يا دونغ او ليو هيو تشن، لي هيو تشن بيعكس عدها براسه صالح النعيمة. سلام تلعبت سعد مبارك حول، سعد حول راس الحمد سلام يا سعود الحماد، يا سلام هدف مطرب حقيقي من راس سعود الحماد في حلق المرمى. فريق ليونينج الصيني معلنا الهدف الثاني في الدقيقة 23. هدف هذه عاد الكرة تحويلة سعد مبارك إلى سعود الحماد بقفزة قوية على يسار حارس المرمى فويو بن، يعلن سعود الحماد الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 23 من الشوط الثاني. إصرار على الفوز وعبر فريق الهلال وإعادة مبارك وكرة سعود الحماس، يا سلام يا سعود طائر كالصقر وهدف في المرمى الصيني. لعبت يوسف الثنيان لعبها يوسف لفهد المصيبيح، مصيبيح ترتد الكرة مرة ثانية تسديدة مرت من جنب القائم، مرت من جنب القائم برا الملعب. لعبت لي هذال الدوسري في مكان سليم للمصيبيح، رجعها ورا لي عبادي، ترجع لي هذال، هذال يهيئها العبادي، عبادي معك سعد مبارك يحاول يعدي ويعكس داخل منطقة الجزاء، حارس المرمى فويو بن يمسك كرة من يلعبها للمصيبيح لسعد مبارك، عبادي الهذلول ترجع للمصيبيح بيحاول بيها يغير اتجاه اللعب ناحية الثنيان، يلا يا ثنيان لعبها في مكان سليم لعبد الرحمن تخيفي ظهير مهاجم، بيحاول عبد الرحمن تخيفي يعدي من ليتشيتا وبيلعبها لثنيان بيحاول فيها يحلق عليه اللاعب لي هيو تشن، لا زالت كرة حائرة يحصلها أخيرا وبالرأس وبتتحقق مرت من جنب القائم المرة هذه، وما أكثر الكور اللي تلعب من جنب القائم اليوم. كرة كانت جميلة على رأس هذال الدوسري برا الملعب، وأنا شايف يوسف الثنيان على الأرض، سلامات يوسف. لعبت الكرة طار في الهواء هذال الدوسري ومرت الكرة من جنب القائم خلف الكرة. هيلعب
الخطأ، صفر الحكم، سدد باتجاه المرمى وتعتلي العارضة، تعتلي العارضة الكرة وبرا الملعب ضربة برمى. هذا صالح النعيمة بيحول داخل منطقة الجزاء، يبعدها المدافع، ترجع لي عبادي ليوسف ثنيان، عدى منه يا سلام وبيرتكب خطأ. تشانغ يو دونغ، تشانغ يو دونغ بيحول داخل منطقة الجزاء، يشيلها حسين البيشي، هذال ترجع اللاعب الصيني خطرة، لا يشوت ولا يسدد، وفعلا سدد وجاب الهدف الثاني، الهدف الأول في المباراة لصالح فريق ليونينغ الصيني. هدف أول في الدقيقة 36 لصالح فريق ليونينغ الصيني. هذه الكرة اللي وصلت اللاعب الصيني واستغل تقدم خالد الدايل. 40 دقيقة مضت من شوط المباراة، وفريق الهلال متقدم بهدفين مقابل هدف واحد لفريق ليونينغ الصيني. لعبت كرة عالية على رأس صالح النعيمة، يرجع يستردها مرة ثانية، تصطدم في اللاعب، تصل إلى جون فاجن، جون فاجن لا يعدي لا يروح، ترجع سعود الحماد، يشيلها حسين البيشي ليجن عدى من واحد ومن اثنين وسدد من بعيد، خالد الدايل مسك. صالح النعيمة، سعد مبارك إلى عبد الرحمن تخيفي، يوسف ثنيان، يا سلام يوسف عدى منه ولكن ما يخلوه، ليتشيتا بيلعبها ليوسف ثنيان، بيحاول يعد ويطلعها برا الملعب. دولة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز المفدى وسمو ولي عهده الأمين. حكم المباراة صفر، وأعلن ختام هذا اللقاء بفوز فريق الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك يحصل فريق الهلال على نقطتي المباراة، بينما يبقى فريق ليونينغ الصيني على نقطة واحدة.